السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في هذا النهار. ان شاء الله غادي نقدم لكم السيجار، يعني بشكل سيجار معمرين بالتمر والسمسم او الجلجلان، كيجيو هائلين في المذاق. وهذه الوصفه سهله وكتوجد في دقائق، يعني ما تطلبش الوقت بزاف. تبعوا معايا المقادير لاخر الفيديو على بركه الله. غادي نبداو المقادير. عندي هنايا في المقادير نص كيلو تاع التمر، العجينه تاع التمر هذا الشكل، وعندي 250 غرام تاع الجلجلان مدقوق، وعندي هنا واحد 4 المعالق تاع ما زهر، وجوج معالق كبار تاع الزبده حراره المطبخ. هادو هما لي المقادير اللي غادي نستحقوهم في هاد الوصفه، يعني مقادير قلال ولكن الوصفه كتستحق. يعني الوصفه جد سهله، واخا المقادير يعني قلال كيجيو يعني وصفه غزاله بزاف وتجي بنينه وتستاهل التجربه. غادي نخلطو هنايا الزبده، وخلط ديك جوج معالق 4 معالق تاع ماء زهر. غادي نجمعوهم هنايا مع التمر. انا هنا التمر سخنته في الميكرووند باش يعني في ساعه ينطلق، يعني تقدروا اللي بغى يفوره يقدر يفوره فوق كسكاس، واللي بغى يسخنه في الميكرووند يقدر كل واحد والطريقه ديالو. غادي نخلط هنا داك الجلجلان المدقوق، كما قلت لكم 250 غرام تاع الجلجلان، كيعطي واحد النسمه واحد الذوق هائل من يندمج مع التمر. وعادي نجمعوا جميع الخليط حتى ينسجموا جميع المقادير، نستمروا على هذه الطريقه حتى ينسجم جميع المقادير اللي عندنا. ومن بعد غادي نشكلوا واحد، تكون العجينه تكون يعني يجي رطبه مزيانه، يعني نشكلوها كما بغينا بالشكل اللي بغينا. ها هي العجينه ديالنا تاع التمر والجلجلان وما زهر والزبده، يعني مزيانه، ويعني تقدر تشكلوا بها كما بغيتوا الشكل اللي بغيتوا. بحال هكا حرابل، نشكل بها حرابل طوال باش ندير بهم السيجار. وعندي الورقه تاع البسطيله كما كتشوفوا معايا، شيتها هنا مربعات. غادي ناخذ الورقه ديالنا هكا نقطعوها على شكل شرائح طويله هكا طويله بحال هكا، باش على حسب شكل السيجار اللي غادي نشكل بهم لي سيجار ديالنا. وغادي نستمروا على هذه الطريقه باش نستعملوا. يعني هنايا راني في الفيديو، المهم سمحوا لي راني نسيت باش في الاول استعملت هنايا الورقه بلا ما ندهنها. المهم من بعد عاد كتصرا، مش خطره كنديروا الاخطاء، اي واحد كيغلط بصح من الاخطاء نتعلم كما نقولوا. وما غلطت هنايا، من بعد عاودت حتى هذوك اللي ما دهنتهمش وليت حليتهم ووليت دهنتهم بالزيت. واللي بغى يدهنهم الورقه يدهنها بالزبده يقدر يدهنها، راكم اختيار كل واحد شنو يختار. انا هنايا دهنتهم بالزيت، يعني باش حتى الورقه باش ترطب. هاي الطريقه نشكلو السيجارات صغار، كيجيو غزالين يا في الشكل لا في المذاق، حتى المذاق ديالهم كيجي زين بزاف. المهم هنايا غادي نقطع جميع الوراقي بالسكين باش مابقاش ناخذ بالحبه. غادي ناخذ يعني الباكي كامله نتاع الورقه تاع البسطيله، نقطعهم خطره واحده باش يجيو حتى الوراقي كل وحده مقادين. نقطعهم بربعه، شحال فيها شي 10 تاع الورقات، ناخذهم كاملين حسن بالحبه هكا، يعني تجي سهله. نقطعهم هكذا شرائح طويله. المهم هنايا عندي ابيض البيضه باش ما تحلناش دوك لي سيجار ما يتحلوناش. وعندي هنا شويه الزيت باش غادي ندهن الورقه ديالنا.
باش ترطب عاد ندير فيها فستق التمر ونطويها الشكل اللي بغيت. كما قلت لكم تقدروا ديروها سيجار، تقدروا ديروها بريوات كما المعتاد، الاغلبيه كيستعمل البريوات يعني، نقدروا نستعملوهم بزوج بريوات ولا سيجار في نفس الوقت، وهم دات بحال لي سيجار هذا الشكل، ونطويهم هكا هذا الشكل كما كتشوفوا معايا في الفيديو. ومن بعد من نكملوا جميع يعني العجينه تاع التمر والبرقه تاع البسطيله، يعني نحميو السخنو الزيت ونطيب. هذا بحال هكا بحال هذا الشكل تاع البريوات. وصايي هكا في الاخير من كملوهم كاملين دوكا في هاد الاثناء، يعني درت الزيت سخن فوق النار باش نديرو لي سيجار ديالنا يطيب. ها هما من بعد ما وجدتهم كاملين تقريبا، هيا الزيت سخنت هنايا من بعد ما تسخن مزيان، غادي نبداو نقليو لي سيجار ديالنا ونحطهم هكا في الزيت يعني بطريقه سهله. وكن نحسو بهم يعني كنشوفوهم حمار ونقلعوهم يعني خصنا هادوك هكذا. استمر على الطريقة. من بعد ما طابو درتهم هنا في العسل وغادي نقلعهم ونزوقهم هنا، نزينهم بواحد شويه تاع الجلجلان في الاطراف الجانب من الجانب الفوق ومن التحت، وصايي يعني نتلاقاو من بعد الطبق النهائي باش تشوفوه. ها هما لي سيجار ديالنا من بعد ما طابوا، هذا هو الشكل النهائي ديالهم، ودرتهم في العسل وزينتهم كما راكم تشوفوا معايا بالجلجلان من الفوق ومن التحت، هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو هائلين في المذاق وحتى في الشكل كذلك. نتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، حقيقه وصفه جد سهله وفي متناول الجميع، يعني ما طلبش وقت بزاف. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم نستنى لي جيم ولي كومونتير ديالكم اللي كيشجعوني ويعطوني الطاقه باش نعطيكم اكثر واحسن دائما ان شاء الله. ووصفه اخرى ان شاء الله، اترككم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء وصفه اخرى ان شاء الله.